وإلى إقليم البطحاء حيث عقد حاكم إقليم البطحاء جان برنار باداري اجتماعا حول قطاع البيئة، وذلك بمشاركة المسؤولين الإقليميين عن البيئة وقوات حماية الغابات. تقرير محمد طاهر جبرين الحر. في محاولة لتقويم قطاع البيئة وتوجيه كافة المعنيين نحو مسؤولياتهم، اجتمع حاكم إقليم البطحاء جان برنار باداري بكل المسؤولين عن البيئة بالإقليم. تناول الاجتماع كافة المسائل المتعلقة بعمل عناصر قوات حماية الغابات والانتقادات الموجهة إليهم من المواطنين بخصوص الغرامات غير القانونية التي يفرضونها على المواطنين في حال حدوث إقلال بالبيئة. هذه الأموال الطائلة التي يأخذها عناصر حماية البيئة من المواطنين، قال الحاكم بكل وضوح إنها لا تدخل إلى خزينة الدولة، وذلك منذ أن تولى إدارة هذا الإقليم. فكيف يعقل وفقا للحاكم أنه في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة للبلاد أن يستمر أشخاص في التلاعب بمستحقات الدولة بحجة حماية البيئة، مؤكدا أنه من الآن فصاعدا ستراقب الإدارة بكل حزم نشاطات رجال حماية الغابات. وطلب الحاكم من المندوب الإقليمي للتنمية الريفية أن يراجع كافة ملفات عناصر حماية البيئة بغية إخراج كل المتطوعين المعروفين بالبوغوبوغو من صفوفهم. هذا وفي تطور آخر، تمكنت قوات حماية البيئة المرابطة بمنطقة وادي ريما ووادي حشيم أن تلقي القبض على شخص يقوم بقتل الغزلان، وقال المسؤولون إن هذا الشخص سيقدم إلى العدالة بتهمة قتل حيوان محمي من القانون.